Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer la fonction prédéfinie liée à strcmp dans la bibliothèque string.h. Donc, inchallah, fin de la vidéo, on va strcopier ou bien comparer par exemple. Et nous allons pour s'améliorer pour comparer deux chaînes. Et les deux. Insister ولا هادشي حيت كاينين دي فونكسيون بحال مثلا str n cmp يعني كتكومباري هي 3 ديال لي شي او بيان يعني غنشوفوها في لي زيكزيرسيس يعني شي حوايج اللي ما نقدروش نشرحهم غنشوفوهم في لي زيكزيرسيس ان شاء الله ونتعمقوا فيهم دونك عندي اكزامبل يعني كيكون كومباري يعني بحال كيقول لك كومباري هي لوغ ليكسيكوغرافيك ديال هاد ديال مثلا ديال واحد دوشي نديرو مثلا تشار مثلا مو 1 ونعطيه مثلا مثلا 20 par exemple on goûte le matelas point virgule on goûte le char mot 2 on atteint le matelas ta ou 20 ماشي مشكل on goûte le point virgule on goûte le printf matelas mot 1 اش كتساوي ليا on goûte le papier يعني دخل لي شي حاجه في mot 1 on goûte le matelas gets mot 1 نفس الشكل بالنسبه للمو 2 نفس الشكل المودو نقول له افيشيني طابي ليه شي حاجه في المودو دونك دابا غنجي نديكلاري واحد الفاريابل اللي هي انت غنسميها مثلا انت تيست سميتها تيست لي با اكزامبل تيست هاد تيست هادي اش غنعطيها تيست اش كتغوتوني ليا كتغوتوني حتى هي فالور اللي هي اونتي غنقول لها اس تي ار يعني كومباري او بيان سي اف بي وغنعطيه المو 1 والمو 2 يعني كومباري ليا هاد لي دو شان كومباري لي هادي مع هادي دونك كنجي ندير لي كونديسيون ديالي انا مازال مادام كندير لي كومباريزون دونك كندير لي كونديسيون نقول لي اف الا كان هاد تيست سوبيريور سوبيريور ا زيرو دونك راه ديريكتومون ان المو 1 كبر من المو 2 يعني نتوما عارفين هادشي يعني المو 1 كبر من المو 2 يعني هادي كبر من هادي المو 1 كبر من المو 2 اونتي سلاش ان غنعاود هاد التيست هذا نعاود نكوبي غنقول ليه الز يعني الز اف الا كان تيست اصغر قطعه من الصفر دونك المو 1 راه اصغر من المو 2 وبيان ندير المو 2 اكبر قطعه من المو 1 خد لي دابا ايغال ا زيرو دونك هاد التيست الا ايغال ا زيرو دونك هادو كيتساوي دونك برينت اف المو 1 ايغال المو 2 باردون المودل اونتي سلاش ان يعني غادي ندير واحد تيست غادي يعني نقول مثلا تيست يقول عطيني الكونتوني مثلا ديال مو 1 نقول مثلا وحده فيها ياسين وحده فيها النجم دونك ها المو 1 ها المودل يعني كيف ما كتلاحظوا المو 1 سوبيريور ا المودل غادي يعني ندير واحد تيست مثلا اخر نقول مثلا النجم باغ اكزومبل ياسين الوغ المو 2 راه كبر من المو دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا نوصيون ديال اس تي ار سي كومباري يعني كتكومباري دو شين في لي فيديو ان شاء الله الجايين غنشوفوا ان كيفاش ناخذوا المواتي مثلا ديال هاد الشين هادي ونكومباريو مع هاد الشين يعني نخدموا بواحد فونكسيون اللي هي اس تي ار ان سي ام بي غنشوفها في لي زيكزيرسيس ان شاء الله دونك دابا في لا فيديو الجايه غنتلاقاو في اس تي ار كوبي يعني بو كوبي الكونتوني دون شين دون اون اوتر شين